السلام عليكم كيدير الاخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوق ديال السويقه. سويقه حولوها ماشي حولات تهولات. المهم جات ولات هنايا حدا الجامع، رجعات لانهم تما ما سلكتهمش الدراري مساكن ديال الخطاره وهذاك الشيء. المهم تهولات هنايا مزيانه هذه القضيه مزيانه، بعدا من حولوها لهنا راه القضيه مزيانه مزيانه اليوم هما، ولكن لا ما بقاوش يخرجوا من 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 الشانطي راه القضيه تكون مزيانه. عند البارح هاد لقيتهم تقريبا كلشي داخل في وسط الشانطي، خصهم يحترموا القانون، راه يتبينوا عليهم السلطات شويه وكذا. مع هذا رمضان وسميت عليه ما سلكتهمش، يمكن ليه كانوا بحال داروا شي يمكن شي وقفه احتجاجيه ولا ما عرف سميت عليه، وما عرفش دات مع السلطه والله ما نعرف. مزيان منين تحولت هنا ولات ولاو قربوا شويه للناس، ولكن راه من بعد تي ولات شي ديال الضجيج وشي ديال ودي ضروري شتي سوق نموذجي ولا حاجه مليحه، ضروري ما خصهم يديروا شي سوق نموذجي ضروري. ضمن صورت في حاجه الى سوق نموذجي عاجلا غير اجل، لما نبقى بحال هكا هذيك الحلول الترقيعيه ما شتي ما شاء الله. دابا بحال هكا السوق مازال هذا الشيء هنا تينا غادي يعمر في العشيه. هاد البارح والله الا لقيتهم هنا ما كاينش مين دوز داخلين تقريبا شي 3 ولا 4 متر هنا و 4 متر هنا، يا خلاو لك تقريبا واحد اللعيبه قليله هنايا. هو الجامع ديال الجمعيه، هادي هي نصيحه ليهم، لانه دابا الا مشاو تدخلوا للشانطي راه غادي يعرقلوا السير، ولا عرقلوا السير غادي السلطات عاوتاني تلوها معاهم وتحيدهم ولا شي حاجه تديهم تاني شي بلاصه. هنا فين كانوا في الاول، هنا كانوا هنايا البلاصه هذه كانت مرونه مروينه ديال المعقول، كانت تشكاو الناس سكان ديال العمارات لانه كانت كان الغوات والمعيور والخصمات وبدا بزاف هادشي قبل من هاد القيد. عاد جا هاد القيد هذا اللي دار كاين دروكا ولا حيدهم ولا تحولوا لبلايص اخرين عاوتاني. انتم مش دابا فدا عاد عاوتاني كاين هاد الاصلاحات ديال البافي راني تعطلو فيه. ايوا الا بقيتو بحال هكا ما تدخلوش بزاف راه يميكو عليكم بحال هدا. هو بدا داخل شويه دمو الخدار، هاد الخدار تيبقاو بشويه بشويه اليوم يدير هنا العشيه تلقى زاد واحد المتر، الغدا زاد واحد المتر اخر. شتي دابا راه في العشيه تيكون توصلو تاني تيفوتو هاد العمارات ديال السكينيه اللي الرواج هادشي رايحين رمضان ما شتي فاش يفوت رمضان. يا 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 غادي يولي هنايا خميس زعما مراه صافي. هاد الناس ديال الحوانت تيحطو هادشي قدامهم باش ما يجيوش الناس يتبلاصيو قدامهم. هانتوما تشوفو فين واصلين، شتي هادوك الطونوبيلات لي راه تما واصلين. نديرو هاد دو ميتور عاودو نصورو تاني هاد هانتوما شتي يوم ساكن دابا في العيد مغطيين لينا باقي الصباح، راه واصلين واحد مول التلاجة شتي فين كاين مول التلاجة تا واحد اخر. واش غادي يدير بزاف ما شاء الله صافي. الانسان تيحاول يجبد طريف الخبز من اش ما. السويقه دابا كانت ليه ما دارش، كانت اولا بعيده على السكان، ثانيا بالنسبه للناس كانوا شويه كان بالنسبه لهاد سميتو بحال داك الرواج عندهم قلال، لان قليل الناس اللي تيمشيو تما ولا الناس يقضيو باش ما تيدوز شي مول الحانوت تيقضي عندو كذا كذا. السوق فاش يكون السوق فاش تكون قريبه للناس بحال هكا تحرك شويه المنطقه. شي لا خلاو غير هكا مزيان هي ما يدخلوش، ولكن تدميك عليهم السلطه بشوي 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 تيدو غادي غادي تيوصلوا للوسط. والعشية مازال غادي يجيو شي كائنات اخرين ثاني بغاو يحطوا الوسط في هاد الشيء هاد الخط اللي كاين الوسط هنا فين بغاو يحطوا شي وحدين. ايوا ما شاء الله. السوق نموذجي راه ماشي ولا حاجه مليحه، راه ولا مهم وضروري الى ابعد الحدود في هما الخطاره وهداك الشيء. واه بحال هاد المناظر ما كتعطيش منظر حضاري للمدينه وهداك الشيء.
ان بحال هادشي راه تنشوفو حنايا في السواق في السواق وفي المسائل زعما في ديك الفيلاجات الصغار وداكشي. وبالنسبه للمدينه ديال طنسورت وداكشي اللي مقاد فيها وكاينه مدينه مهن الكفاءات ليه راه خص تاسوق هنا المدجج ماشي ضروري ضروري لا حاجه مليحه. الناس ديال الحوت حتى هما صحاب الحوت صحاب السمكه. كان واحد السيد كان تيبيع الحوت تيقول لك شنو هي التعيطه ديالو كادي يقولك السمكة والكعية ماكا زعما ما كاينش الكعية. هاي مدينة المهن الكفاءات شتي فاش غادي تحلو غادي يوليو تاني غادي تولي العصيدة تاني يوليو خارج الطلبة وداكشي من مدينة المهن الكفاءات و هيا نمشيو نسيت نمشيو نشوفو السويقة فين كانت البلاصة فين كانت غندورو تاني على الرمقة ونمشيو نشوفو السويقة البلاصة فين كانت باش على مدينة ميان والكفاءة حاولوا فيها والله طبقا فيها تقريبا واحد شهرين ثلاث شهور تبان لك او ثاني بدات ان شاء الله بحال ولي يكون الدخول ممكن يكون الدخول في شهر الدخول المدرسي يجيو طلبة اخرين. هذيك الساعة كنت بين ندير شي بين نكتب شي مقالات على هذاك التكوين المهني اللي كاين لهيه اللي كاين في الشطر سبعة اللي كاين في الشطر سبعة مشيت عندهم وقلت لهم ودي غادي نشوف على حسب المواد اللي كاينين هنا وشنو هما لي برونش وهذا الشيء. قال لك ودي دابا لي برونش اللي كاينين راه قلال ولكن ربط قد هادشي قبل ما تحط هاد مدينة المعامل والكفاءات. قال لي ودي كون هي خليتي داك هادشي بيت تكتب حتى تحط مدينة المعامل والكفاءات كذا 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 وغادي ديك الساعة يكون عندنا معلومات كافية. المهم هو لافوار داروه دابا لافوار غادي يموت شتي لافوار كانوا داروه حدا السوق السوق هو خاوي الفي الويفات شتي وشوف شحال ديال الحجار شوف شحال ديال بحال تقول شي نووي هنايا شتي بحال ديال الحجرات شحال ديال واو 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 يعني واحد السيد مسكين تحل الكراج وبغا يبدا خدام وما يحولو ليه السوق من هداه الله يهربوا عليه نسيت ليه الناس شتي هاد هنا فين كان السويقة هنا فين كان السويقة متحول محيد من هنايا واش واش خلاو هنايا ما شاء الله وصف. وهاد القضية ديال الكياط خصهم يديرو لهم شي حل لأن هاد الكياط مخداميش خص يكون شي حاجة تكون شوية مودرن ويديروا شي حاجه اللي غادي تكون لا غادي تكون بعدا شوف النوايل عند النوالة ديال الكسب والله الا النوالة ديال الكسب تيديروا داكشي ديال ديباناج ونديرها كاع بالحديد والفيسات وسميتو عليهم ندير لها باش زين و مسكين السيد خلاو ليه غير الروينه وتمانه ها ولي لا السلام عليكم كي داير العمل هادو خلاو لكم هنايا الروينه ديال ها وما شاء الله جابوكم هنا باش تجمعوا هادشي ولي لا 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 يعني تعطيك واحد انت وصاحبك الحصول رمضان عفش انت وصاحبك ها انتوما فرقوا هادي صافي انت وصاحبك يلا راه صافي عندك رمضان هذا يلا الله يسر لكم الله يعاونكم الله يعاونكم ايه ولي لا لا ترى مساكن باش يفطروا صافي اش غادي دير ان شاء الله صافي ايوا هذا مكان وبهذا غادي يسالي الفلوق ديالنا. شكرا تشكركم بزاف على المتابعه وانتم شفتوا بعدا السوق فين ولات الامور فين ولات مساكن تيخلي لهم هذا الروينه هذه والله العظيم ما شاء الله صافي يبقى اليوم ساكن غير روينه وصلاة وفريه وداكشي صافي ما شاء الله. ها هي نصلى ناض فيها الربع ماشي شحال هذا ما تستغلات مسكينه راه 3 سنين دابا العام الثالث ان شاء الله هاد العام نصلى فيها هادي نصلى فيها العشية شتي ونصلى ان شاء الله هاد العام غادي نصلى فيها العيد ان شاء الله باذن الله. ايوا ما
شاء الله. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.